عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا. عينيها ستر وغطا وفي حضنها الكلفتا من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا. بختار حياتي وحبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين. انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. عز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربا. فعز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربا. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم ما عجبها. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم ما عجبها. بختار حياتي حبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين. انا مهما اشوف منها او اتكدر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. والنبي يا اختي انت وهي غلبتكم معاي. ما تقوليش كده يا زينب، الناس اللي بعديها يا اختي. المهم يا اختي انك تبقي كويسه. بقيتي كويسه يا زينب؟ حاسه الكمون زي ما يكون قلب لي بطني. دي النيلة على فطنة وسنينها. اقول ايه يعني، كمان انا اللي عملتهولك قلب لك بطنك ولا قصدك ان انا حطلك في حاجه؟ طيب يا زينب شايفه دفعي يقول حاجه ايه؟ فاطمه يا مكرم والله ما اقصدش. تقصديش؟ قال والله يا مكرم ما تقصدي ايه يعني. طيب يا زينب، ان شفتك قدامي بتتلوي زي التعبان كده وفيك اللي فيكي، والله ما عامله لك حاجه، وانا عملت لك حاجه تفي على وش اللي زي القمر ده. اي الحاجه وصلت اهي، اتفضلي يا حبيبي. سلامتك يا حبيبتي. ايه في ايه؟ لا مؤاخذه، ازيكم يا جماعه؟ الله يسلمك يا حاجه. مالك يا اختي خضتيني، في ايه؟ اتفضلي اقعدي يا حاجه، ما تقلقيش عليها، دول شويه طراوه طايلين معدتها. اختي طراوه ايه انت كمان؟ ده الطراوه دي حاجه جليله، مش شفتيش اللي على طول لابسه لنا في البيت؟ كل حته مفتحه، الهوا طايلها من كل حته، ما هي لو تلم روحها ربنا يكرمها وما تاخدش برد. حاسه بايه يا حبيبتي؟ حاسه زي ما تكون نفسي غامه ودايخه يا ام. والله يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. تبقي حامل. ايه؟ حامل؟ والنبي يما ما هي باينه زي السمسه، اهي زي السمسه كده باينه.
مالك يا اختي؟ حركه عصبيه دي ولا ايه؟ يكون في علمك ممكن ما تكونش حامل، وما تاخذنيش يا حاجه، انت مش دايه، لازم يجي لها دايه. ما هو في حاجات كده بتتفهم بالعقل، لما بتتجمع جنب بعضها جنب بعضها بتبقى الوحده حامل. اه انا ست كبيره وفاهمه، هنا في عقل مش بلوزه، حامل. اه حامل خلاص، حامل حامل. انت قادره يا ست الحاجه ببطن بنتك يا اختي؟ حامل حامل حامل، دوشتونا في لما باين عليها حامل في الزتونه يا اختي. بلانيه انت رخره مجامله قوي كده، لما اروح اشوف الواد كرم القمر اللي ما حدش هيجيب زيه. اه يا اختي يا غاليه، واطمننا عليه. كتر خيرك يا حبيبتي، عيشي. معلش يا حاجي، انا هقوم اجهز الغدا، اصل راجلي يجي ما يلاقينيش عملته يعملها لي حكايه. وانت عارفه يعني اصل هو بيموت فيا موت. يا اختي سمي قولي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا حبيبي. قايمه يا اختي؟ ايوه. اجي اساعدك؟ لا ساعديني. ايه هو ما بيحبش ياكل غير من ايد اني. بالاذن يا زينب. اتفضلي، مع السلامه غاليه الغاليين. ان شاء الله تسلمي يا اختي. ايه ربنا يصبرك. هو ابويا ما جاش معاكي ليه؟ لا يا بنت، جه. مين قال كده؟ عند الباشا في مكتب، واستني مرقيكي من عينين اللي بتوع دول. بسم الله الرحمن الرحيم. قول اعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر ما رزقني. يا مرحبا يا حاج، يا 300,000 الف مرحبا، اهلا بيك. ليك شوقه والله. وانت والله يا كبير. بس انا قلت خلاص بقى كده، الشغل بينا خلص. لا بتيجي ولا بتبعت للمحل الاثار القديمه الاصليه اللي بنقلدها، وخصمتني من ساعة ما أخدت زينب. عموما أنا جاي أسلمه بس. وبس يا راجل، ده كلام. اتفضل اتفضل، أهلا بيك. أنت ليك شقة بجد؟ بس بيني وبينك أنا أصلي مهدي الشغل اليومين دول شوية. أنت فاهمني طبعا. فاهمك طبعا يا كبير. يا مرحبا بك. إنما قريب أوي إن شاء الله هيبقى ليك عندي أخبار مهمة أوي. كده استنى يعني؟ تستنى طبعا، امال ايه؟ ما انت عارف المنطقه هنا كلها دي مملكتي، وكل اللي بيشتغلوا فيها رجالتي واهلي وقرايبي، وانت واحد من اهمهم. الله يخليك. بس انا بحب اعمل كل حاجه برستقه. الحقني يا جنابي الباشي، انصفني يا كبير الناحيه، انا وقعت من السما وانت استلقتني. بالراحه بالراحه، انت انا فاكر انت. ايوه سعاده الباشي، أنا اللي جيت لحضرتك قبل كده بحكاية بنت أخوي اللي ظلمها ابن الأصول، ابن الحسب والنسب. أيوة يا باشي، بس الحكاية اتعقدت أوي أوي يا سعادة الباشا. الواد طلعها، طلعها سعادة الباشا وهي حامل منه، ومرضاش يعترف بالعيل اللي ببطنه، العيل اللي من صلبه. يخص يخص على الناس واللي بيعملوه. هما دول بقى ولاد الاصول، واسمه ايه بقى ان شاء الله ده عشان نشوف مين ولاد الحسب والنسب. البنت، البنت اسمها شهبة حساكي. ايه؟ شهبة، شهبة حساكي. الاسم ده مش غريب علي. ايوه يا جناب الباشي، ما هو مش غريب على حضرتك، اصلها هي اشتغلت عند جناب سيادتك كام يوم في البيت يعني. ايوه ايوه ايوه. طيب والواد؟ الواد ده اسمه ايوه، الواد اسمه ايه؟ وابوه اسمه ايه؟ اسمه كرم، كرم كرم سلطان الغامري. ايه؟ كرم؟ انت بتقول ايه يا ابن الكلاب انت؟ اخلص يا سعادة الباشي، انا ما بقولش غير الحقيقي. ابنك يا سعادة الباشي هو اللي اتجوز شهبي وطلعي وساب العيل في بطنها وما رضيش يعترف بيه، وشهبه دي تبع بنت تاني يا سعادة الباشي. اخلص خالص بقى، انت جاي تلف اللفه دي عشان تلزق بنتك الواطيه دي لابنك؟ يا سعادة الباشي انا ما بلزقش حاجه، ورقه الجواز موجوده، والمأذون اللي جوز وطلع موجود، والشهود موجوده. انا ما بخربش يا سعاده الباشي، والمصحف الشريف بقول الحقيقي، بقول الحقيقي. اخرس خالص. خالص. والا اقسم بالله هتندفن مطلعك هنا. استهدى بالله المار يا باشا، هتتعب روحك مع واحد زي ده. اسمع اسمع يا بني ادم يا حيوان انت. نعم. انت تاخد بنتك دي؟
وتغور من ناحية كلها، تختفي، ما شوفش خلاقكوا نهائي بعد كده هنا. ولو سمعت انك نطقت بكلمة واحدة من كلامك ده قدام اي حد هقطعك بالجزمة، انت وبنتك واللي معاكوا. سمعني؟ حاضر. ما اسمعش من عنك كلمة نهائي. حاضر حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. آه يا كرم الكلب، آه يا منكوب فولادك يا سلطان غمري. آه انت زيت يا كرم، انت هنا فين النيلة ده اللي هيخلى اللي يسوى وما يسواش يقف قصادي وينقرني؟ انت هنا خير يا باشا؟ خير يا راجلي؟ خير. ايوه يا ست، بس عزفت اسمه كرم. هو فين؟ نعم يا باشا. في ايه؟ نعم الله عليك، انت عزفت؟ ايه حكايتك؟ انت تعرف البنت اللي اسمها شهبه بنت النيل عسيكي؟ هو حامد جالك؟ قال ايه ياما؟ ما تسكتي، هو في حاجه تتقال؟ انا ما اقصدش، البنت شهبه دي كانت شغاله هنا والولا كرم. انا اللي غلطان طبعا، ما هو ده لو اتربى او كان في واحده تربيه فعلا ما كانش عمل كده. يا باشا مش معقول ابنك يعمل كده، انت هتسمع كلام واحد زي ده؟ ده طمعان فيك وفي اسمك. استغفر الله العظيم. ست ام زينب تعيش يا باشا. يا مؤاخذه انا اعمل ايه بس؟ ما هو انا كمان لازم اخاف على ابني، اخاف على سمعته، انا كنت هتجنن. الله يخيبك، وبعدين فيك انتوا كمان. نعم يا باشا. فين الغدا اللي يليق بالناس اللي موجودين؟ الست ام زينب والراجل المحترم ده. حاضر يا ربي. يلا من ثانيه واحده. يلا يا فاطمه واقفه ليه؟ حاضر. اعوذ بالله. استنى عليا، حسابي معاك بعدين. اتفضل يا حاج. يا موز على الزعيق تعال. ده انت وقعتك مطيره يا حلو يا فاشل. استغفر الله. هنسيب دارنا ونسيب الناحيه ونروح فين بس يابا؟ ما اعرفش، بس لازم نمشي. ده أبوه بقى راجل تاني، أول ما سمع اسم ابنه بقى زي الوحش الكاسر السهران. أروحش الكرم أبوس إيده أقوله إن أنا هنزل الواحد، بس بلاش حكاية مشينا من البلد دي. كرم مرعوب من أبوه أكتر مننا يا بنتي. يا بقولك يا شهبة، أنا جاتلي فكرة يابا. قولي، جاي تستنفع يا بنتي. نروح نشتكي للعمدة. العمدة عطار؟ طب وانت يعني تفتكر ان العمدة عطار هيقف ويانا احنا يا غلابي وينصرنا على الباشا الكبير؟ هيقف يابا هيقف، الناس دي كل واحد فيهم بيبقى عايز يقول للتاني انا الكبير مش انت. والله العظيم عندك حق يا بت، مظبوط. انا هروح للعمدة دلوقتي حالا. ايه يا خرابي؟ في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ايه يا حسيكي؟ بتصامت؟ ما سمعتش كلام جناب الباشا ليه وعملت زي ما قالك يا ده واطي؟ طب هو قال لي امشي، بس انا همشي اروح فين؟ بس وحياة عيالك يا سي عبد الله تشفع لنا عند جناب الباشا، احنا غلابة ومتكسرين. غلابة ومنكسرين بقى ابن جناب الباشا يبص لك انت يا بنت مفقوصة؟ صحيح انت حلوة ومألفظة، بس مش لدرجة ان ابن الباشا يبص لك انت. يمين بالله عاقد عليا يا سي عبد الله. ايه؟ عاقد عليكي؟ طب ايه اللي يثبت؟ القسيمة، قسيمة الجواز. القسيمة مرة واحدة؟ ايوه. قسيمة الجواز مرة واحدة؟ ايوه. طب ما اي حد ممكن يقول عندي قسيمة جواز، هو كلام بفلوس؟ اهي قسيمة الجواز اهي. يا بنت ما تديهالوش يا بنت. اوعي هاتي اوعي. بتديله قسيمة الجواز بإيديكي، لكن معلش
معلش المأذون اللي عقد موجود. مأذون موجود، ربنا هو اللي موجود. انت تعرف ربنا يا كفرة. اخرصي اخرصي. قومي اقفي. يلا لم هدومك وهدوم ابوك. يلا ربنا على الظالم والمفتري. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا ما عندكمش ولا ايه؟ لا عندنا. انت يا عسيكي. ايه ده؟ روح يا راجل. بقول لكم يا رجال، مين منكم يفضل وين؟ لو عملوا اي حركه كده ولا كده خلصوا عليهم وخلوا الدار ده قبرهم. وما تنسوش تبنوا لهم قبه. وعشان جناب الباشا بتاعنا راجل طيب وقلبه حنين، هيديكم فرصة لحد بكرة مع طلعة النهار عشان تغوروا من البلد. يلا يا رجال ليلة تانية. شفت الأسيمة بعينيك؟ شفتها يا جناب الباشا، سليمة 100%. سليمة 100%، أسيمة سليمة. لواطي يا كلب، بتاعد عليها عامل لي فيها راجل. طب طب يا ابويا، اذا عملت كده تاني اخرس. ما اسمعش كلمه ابويا دي تاني ابدا. سماح سماح يا جناب الباشا، البت برضه لونه وسيكارم طيب وقدر تبلف. اخرس انت كمان، بلا تبلف وبلا زفت. بقول لك ايه، مين المأذون اللي عقد عليك عشان نتنين نسكته؟ ما تقلقش يا باشا، انا سكتته خالص من ساعة ما رحت وطلقتها. طيب والشهود؟ الشهود دول مفيش خوف منهم، ده عمها وابنه وهم اصلا خايفين وندمانين انهم شاهدوا. اسمعي، انا مش مطمن لك ولا واثق فيك. قول لي مين المأذون علشان نخلص من المصيبة دي ونسكته خالص. مين المأذون؟ بتاع الناحية ولا جبت حد من بره؟ مأذون الناحية. كمان مأذون الناحية؟ انت واخديني بس على فين يا ابني؟ معلش يا عم الشيخ، هي حاجة صغيرة كده وهتمشي على طول. حاجة ايه اللي انت عايزني فيها يا ابني؟ انا ما اعرفش انتوا مين ولا عايزين ايه ولا مين اللي بعتكم. انا عايز اعرف. مش ده الدفتر بتاعك؟ ايوه، بس انت عايز ايه من الدفتر؟ عاوز اللي اتفقنا عليه لما جيت لك من كام يوم عشان اطلق شهبة بنت حسيكي، وانت ساعتها قلت لي ان الدفتر مش موجود في البيت، وهو الدفتر موجود معانا اهو يا عم الشيخ. خلص بقى. هو انت كرم ابن الباشا؟ اسم الله عليك، هو انا كرم ابن الباشا، بس الباشا ما يعرفش اي حاجه من اللي بتحصل دي ولا ينفع يعرف، انت فاهم؟ طب وانت عايز ايه دلوقتي؟ مش عايز حاجه تثبت اني اتجوزت ولا اني طلقت، ولا حاجه تجيب اسم كرم الغمري جنب اسم البت الزباله اللي اسمها شهبه دي، فاهم؟ هو انت خلاص طلقتها؟ شوف الراجل، اقول له مش عايز حد يفكرني ان انا اتجوزت ولا طلقت، يقول لي ما انت خلاص طلقتها. انت عايز تقول ننسى الموضوع من اوله لاخره ونقول ولا اتجوزتها ولا تعرفها من اصله؟ اسم الله عليك، اسم النبي حرصك وصينك، هو ده. بس حرام عليك يا ابني، انت هتقاوح من اولها؟ انا ما بقاوحش ولا حاجه، بس ربنا بيقول غير كده خالص. انت اتجوزتها وعارف كده. يا عم انا من ربنا، ما تتدخلش انت ما بيننا. وبعدين روح لولادك، حرام عيالك يتتموا وانت لسه في عز شبابك. خلص يا شيخ. رجلي يا ابو رجلي مش قادره امشي على رجلي ورمة. يلا يا بنتي يلا خلينا نخرج من زمام الناحيه، احسن لو الغمر شافني هيقتلني. حاكم ده قادر وفاجر ويعملها. حظك اسود يا شيخ، فاكرة نفسي ان انا اتنطفت. انت
كفايه بقى يا بنتي، كفايه علينا الصحراء ووجع القلب اللي احنا فيه. حرام عليكي، الحكايه مش ناقصه كمان وجع قلب تاني. طب بس مش عارف يا بحر رايحين فين. اها طب مش لما ابقى اعرفاني الاول احنا رايحين فين وبعدين ابقى اقول لك. اجمدي يا بنت اجمدي، ده انت لو وقعتي مش هقدر اشيلك. ده انا يا بنت رجلي مش سايلانة، حرام عليك يا بنتي. يابا يا بنت فيكي ايه بس يا بنتي؟ باين عليا يا بنت انا حبلة بصحيح. فيكي ايه يا بنتي بس قوليلي فيكي ايه؟ فيكي ايه يا بنتي؟ اسم الله عليك يا بنتي، اسم الله عليك، اسم الله عليك يا بنتي، اسم الله عليك يا بابا. حامل حامل، هجيب لك اخر العنقود سكر معقود. الله 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 الله، هو انت لازم تجيبي سكر لان السكر ما يجيبش غير سكر. بس قولي لي انت عرفت حكايه الحمل دي من امتى؟ امبارح. من امبارح وما قلتليش؟ بتخبي عليا يا زينب؟ لا يا سي سلطان ما خبيت عليك والله العظيم، بس حصلت حكايه البت شهبه والواد كرم انشغلت بيها، ولما كلمتك عن حكايه الولايه وظلمهم كنت هقولك، كنت هقولك كمان اني جايز اجيب لك بنت. بنت؟ ايه لو جبت لك بنت هتطلقني؟ ايه ده ازاي تقول الكلمات دي؟ لا 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 طبعا لا. يعني تكون خايف من الكلام اللي قلته لك امبارح وحاطط في دماغك انه لو جات لك بنت ربنا هيرد عليك اللي عملته في شهبة. زينب خلينا في فرحتنا بحملك، الله يخليكي. حاضر يا حبيبي، ده انت سيد الناس. وعلى العموم انت كل اللي كنت خايف منه انه شهبة تجيب لك حفيد. وهي خلاص الواد طلعها، طلعها ساعة الباشا وهي حامل منه، ومرضاش يعترف بالعيل اللي في بطنه، العيل اللي من صلبه. سلطان. ها؟ ملك يا حبيبي، في حاجة؟ كرم كرم حامل؟ لا مش حامل يا كبير، ده عالم كدابين وراور. دي بنت سايعة تلعب بالبيضة والحجر، أنا عارفاها، دي خدته بالعملات دهبل دي. اخلصي خالص دلوقتي. هخلص. انت حسابك معايا بعدين حلواك فيه. ماشي يا كبير، بس أنا ذنبي إيه في الكلام ده؟ ذنبك إيه؟ أنا اللي اتجوزت ولا هو يا كبير؟ هو بس كل ده بعلمك. لا مش بعلمي، يمين بالله العظيم لو كنت أعرف كنت قلت لك. ولما عرفتي ما قلتليش ليه؟ ولا أنا طلطور في النيلة البيت ده؟ لا أنا اللي نيلة، مش طلطور يا فندم، بسيد الناس إنما ما تزعل. اسمع عليك، البنت دي لازم ترجع تاني، ولازم اتاكد من حكايه حملها دي. لا لا فاهم؟ ده تقولي لها كلكم. عايز اسمع الكلام. تعالوا يا بنتي يا زينب، اللي حالك البنت اللي اسمها شوبها ولا جاب بيناها حامل، حامل من الواد اللي اسمه كرم. حامل؟ ايوه، وابو حامل هيرجعها البلد تاني. لا انتوا تعرفوا يا سلطان. تعالى هنا يا سي سلطان. ايه ده هو متزحبب، انت ما تعرفوش بزحبابته ده ممكن يقتلك. خلاص يا مسيد. يا سلطان يا سلطان يا سلطان، جايين ليه وراك؟ عايزه ايه مني دلوقتي؟ استحلفك بالله بلاش تعمل حاجه وانت غضبان كده. لا اله الا الله، مالكيش دعوه بيا خالص. سايقه عليك النبي، ما تاذيش البنت، واللي لقيتها حامل جيبها لامها واستر عرضها، دي لا معهاش ورقه جواز ولا ورقه طلاق. لا ظلم الولايه يا سي سلطان. ظلم ولايه ايه وخيبه ايه؟ مالكيش دعوه، سيبيني اتصرف مع عيالي زي ما انا عايز. حاجه تقرف. لا خلاص مش قادره يا بابا. يا بنتي يا بنت قومي
قومي حرام عليك، قومي يا بنتي، قومي يا بنتي. تعبت يابا. يا ساتر. شايف يا بابا؟ انا شايفاه فضل رجالة الخمر. اضرب. يلا يلا يلا. خلو بلغ الكبير ان الامانه وصلت. تعال انا هبلغه. مش قلت لك، مش قلت لك ان هو ورا الحكايه دي؟ كنت دوست الندم يا بابا، يا بهدلتك يا شهبه من دون الخلايا. يا ريتك يا بنت فضلت خدامه كان احسن. يا ريتك ندمت يا بابا. أنا والشيفة. اتفضل اتفضل. ايه يا ابني كنت فين كل ده؟ انا لا ابدا يا عمي، ما كنتش ولا حاجه، انا كنت مع منظور صاحبي ده. لو خالتك حميله كنا قلقانين عليك قوي. معلش يا عمي، حقكم عليا، بعد كده مش هتاخر لما اقول لكم. ولا يهمك، المهم انك بخير. حامد يا حبيبي يا ابني، خضتني عليك. اكيد يا حاج عارفني ان انا قلقان، مش تيجي تطمني انه جه قبل ما تقف وتتسايب معاه؟ والله انا لسه داخل اهو. معلش حقكم عليا انتوا الاثنين، وحقك عليا يا ستي، بعد كده مش هتاخر الا لما اقول لكم. اول نبي يا ابني، ده كل اللي انت قاعدهم يومين، خليهم معانا بقى. حاضر يا ست الكل، عينيا. وربنا يستر ما يطلعش النهار نلاقي ابوك يقول لك ارجع وانا لسه ما شبعتش منك وعايز اقعد معاك. ما تخافيش، ربنا يخليك ليا يا خاله. اكسلنت دكتور براد، اكسلنت. هما المصريين دول شغالين كتير كويس، كمان شغل كتير كله راح على اوتوموبيل وكامل. جولي جود دكتور براد، بس انا مش عاوز الكلام ده يشغلك عن الشغل المهم كتير اللي احنا هنا عشان. نو نو جنرال، انا استنى خوفه اكتر منك، انا لاقي خوفه ابقى بروفيسور كبير كبير عند الدنيا كلها. اوكي، انا وانت نستنى خوفه سوا والدنيا كله استناه معانا. ولازم يطلع على ايدينا احنا.
الكلاب دول قشطوه ما خلوش في المقبره حاجه. قدام وصلوا لها يبقوا مش هيخلوا حاجه فيها. ما هي دي مش اول مقبره كمان، ده كل مره كده يا شطر موجود واخدوه. دول عايشين على كده، بيقشطونا بياخدوا اللي عيلتنا. سبحان الله، وجودهم اذيه هنا يا سعاده الباشا. ما هي الاذيه دي احنا لازم نستغلها لصالحنا، لازم نفكر. اعوذ بالله على ملوه يا ولاد الحراميه. انا عايز اهرب بس ايه اللي بيحصل؟ يمين بالله ما سرقنا حاجه ولا نهبنا حاجه. اخلص يا حسين، مش عايز اسمع صوتك تاني. طب افهم كمان حاجه تانيه، انتوا جايبين الوليه الدايه البنت شهبه ليه؟ عشان تكشف كدبك انت وبنتك يا راجل يا رمة. طب احنا خلاص مشينا وهجينا من البلد، لازمتها ايه البهدله والمسخره اللي احنا فيها دي؟ بقى كنت عايزني انا كرم الغامري يبقى العيل من كنتوا يا رمة. الله، طب وانا سبتنا من الاول ليه؟ قلت لك اخرس، خلي يومك يعدي على خير. ايه يا اخوانا عملتوا ايه؟ تمام يا باشا، الدايه معاها جوه يا باشا. الدايه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ تحب جنابك ادخل استعجلها؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عايز تخش على الحريم وهم في الوضع ده؟ مؤاخذه جناب الباشا، انا واقف عرضك يا كبير، انا واقف عرضك يا جناب الباشا. احنا ما عملناش حاجه، ده احنا غلابه وكنا هنمشي بالبلد كله، ويعلم ربنا ما سرقنا حاجه ولا نهبنا حاجه ولا خدنا حاجه مش بتاعتنا يا باشا. خلاص يا حسيكي ما تستموتش، انا بحبك وانت عارف ايه. انتوا اكلتوه ولا سايبينه دهبان لغايه دلوقتي؟ تؤمر جنابك. امر؟ هي لسه عايزه امر. روحوا يلا وصوهم يبعتوا له احسن اكل هو وبنته. اوامر جنابه، يلا امطار. ويا امو جميل، ايه الاخبار؟ البت حبلة يا جناب الباشي. الله اكبر الله اكبر، ظهر الحق. شفت يا سعاده الباشي؟ علشان تعرف انني ما كنتش بكذب على سعادتك. انت عمرك ما كذبت، انت الصادق، انت حبيبي. يا استاذ، انت كنت عارف انها حامل وكنت سايبها تخرج مع الراجل ده وهتروح وتولد عندهم حفيدي وسط العالم الرمم دي؟ ما كانش ينفع، ما ينفعش. انت صح يا سعاده الباشي، كلامك مظبوط 100%. حفيدك لازم يتربى في حضنك وتحت ايدك. خلاص خدوا شهبه وصيكم، وان كان علياني ما تعليش هم، انا نعيش النهارده مش هعيش بكره، يعني رجل بره ورجل جوه يا سعاده الباشا. انت مش هتعيش خالص. انا حببتك يا باشا، يمين بالله اللي بطني ده ابن ابنك كرم. بس يا بنت انت، انا ايش عرفت انت جبتي منين يا اختي؟ اخرس اخرس، الا شرف الولايه يا كلب. تعيش وتسلم يا سعاده الباشا. ام جميل. نعمين يا جناب الباشا. الست دي بنت حبيبي، عايزك تخلصينا. أوامرك كلها مجابة يا جناب الباشي. سأعطيها. لو النبي يا باشا، أحب على إيدك يا باشا والنبي، حرام عليكم، ده ناقص يا بيت. والنبي يا باشا، ما تقدر بس يا بيت. حرام عليكم. صوتي كنت هامل تمنيك خايتي. حرام عليكم. صوتي يا بيت كنت هامل. ربنا الظالم والمفتري، ربنا الظالم والمفتري، ربنا الظالم والمفتري. استني يا حلوه عايزاك. اهي يا اختي متشمله كده وبتجري رايحه على فين؟ رايحه عشان اشوف سي سلطان عمل ايه مع البت شهبه، مش قادره اقعد كده ساكته. هو انت تعرفي تقعدي ساكته؟ ده كلام، ما انت محشوره على طول وحشريه وحتى مناخيرك في كل حاجه زي الملح كده. اولا بقى المفروض ما تخرجيش لوحدك، ايه رايك بقى؟ احنا مش في الباندا. تعالي هنا. هو رايحه فين؟ كلميني زي ما بكلمك. انت ماسكه ايدي كده ليه؟ يوه انت ببطلي معايا؟ بقول لك ايه، ما تخليش حطك في دماغي، عليا النعمه من نعمه ربي، لو عملت الحبتين دول اشيلك بايد واحده كده اهوت واحطك في اوضتك، ما تخلويش ابدا غير بمزاجي انا. فاهمه ولا ما انتيش فاهمه؟ تعالي هنا اهوت، افهميني.
المصيبة اللي هتجيلك مش هتجيلك لوحدك يا حلوة، هتيجي على دماغنا كلنا. حكم أبو كرم بيقول إيه بقى؟ أنت يا ولية أنت وهي سبتوا البنت دي تخرج لوحدها ليه؟ فاهمة؟ أنا مش عيلة صغيرة يا أبو كرم. خد هنا يا بنتي. هعمله هتحمل نتيجته. بقول لك إيه؟ تعالي بقى بصي، اقفلي ده كده. اقفلي ده بس افتحي لي مخك، واخدة بالك معايا؟ ما تعمليش الحبتين دول معايا تاني، كده ما ينفعش. اطلع على اوضتك كده بلاتي أحسن بدل ما تجيب لنا كلنا مصيبة. يلا يا بت. عثمان ما تجيش غير بالشدة وقلة الأدب. أنا هتجنن. اقف انا وحسيكي قصاد بعض اعمل فيك ايه؟ اذبحك؟ اقتلك؟ ادفنك بالحياه؟ سامحني يا باشا، ما عدتش اعمل كده تاني ابدا. تعمل ايه وتنيل ايه؟ انا هستنى اما تعمل. بالك لو البنت دي كانت خرجت من البلد وهي حامل كده وعيل منك كان هيجرى ايه؟ كانوا هيربوه زي ما بيربوا عيالهم، وكان هيطلع زيهم عيل هامل ونتن. يا مطاوع تعالى. ايوه يا باشا، الاكل يا باشا. بص، أكل الراجل حسيك الزفت ده وخليه يأكل بنته قبل أم جميل ما تشوف شغلها معاه. أمرك يا سعادة الباشا. يلا. حاضر. تعال يا زفت. يلا خلينا نخلصوا. لحسن لو جه الباشا ولقاني لسه ما نفذتش الأوامر هيقتلني. ربنا يخليك يا أم جميل، يرضيك اللي عايزين يعملوه فيا ده. بقول لك إيه؟ اطلع من نافوخ السعادي وما تدخلينيش في متاهات. أنا هنا بنفذ كلام جناب الباشي. قول يا اللي متتسألوش. أيوة قرب لحسن، ده أنا هموت من الجوع. قول، ده الباشا بيقول لك قول. الله يكرم. الله يا أم جميل. أنا جاية، أنا رايح أجيب الوقت. تاكلي ما تاكليشي ذنبك على جنبك. تعالي خد الأكل المهروسة. قول يا أخوي، أنت بتاكل هو. بقول لك يا أخ، أنت والنبي ممكن تفك الحبل من على بطني عشان اللقمة تعرف تنزل فيه. ما بتحط خشمك أنت بتاكل هو، لازم نفكك. الله يكرمك. روح يا شيخ، دي فرخة. يا سلام يا حبيبي. قوم خمك مبور. ربنا يكرمك. شنبك عن الخير. يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا خلق، البنت هربت. كله وهربت بنت ال... يا دي المصيبة، يا دي المصيبة اللي وقعت على دماغنا كلنا يا اخويا. وتأكدتوا انها حامل؟ ما هي دي مصيبة يا مرات ابويا، انها حامل وهربت باللي في بطنها. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. الهي وانت جاهي، يطلع لك ذيب يكون صايم وجعان، ينهشك انت واللي في بطنك. يا دي النيلة، يا دي النيلة لو جت في الاخر وقالت لنا خدوا ابنكم، الباشا هيقتلها ويقتل الواد ويقتلك. يا ساتر يا رب، حرام عليكم. كفاية البهدلة والمرمطة اللي هي شايفاها ولسه هتشوفها. دي بني ادمه زيها زينا، واللي بنقوله ده كله غلط. افهم حاجه، هو ابنك ولا ابني؟ انت مالك انت محشوره في كل حاجه؟ هو انت داريه باللي احنا فيه؟ النبي سيبينا في حالنا يا اختي. الله يخليكي. انتوا ناس ما ينفعش معاكم الكلام، مش حاسين باللي بتعملوه. بس لو كان حامد دلوقتي هنا كان كلم ابوه. ايه يا ابني اللي انا سامعه ده؟ في تورست جايد يعمل كده؟ بتسيب الفاميليا اللي معاك وتقعد تشرب لغايه بتوع من طولك؟ انت مش نافعني، ما يلزمنيش شغل زي ده. خلاص يا كبير والله، انا عاد التعود. احلفك بالله ما هعمل كده تاني، وان وصلتك شكوى زي دي مني ابقى سرحني طوالي يا جناب الباشا. يا جناب الباشا، يا جناب الباشا. ايوه يا عبد الله، ثانيه. يلا يا بتو، يلا فضوا لنا امشي بره. اصل ايه؟ ما تتكلم. البنت هربت يا كبير. Thank you.
يعني ايه ما لقيتوهاش؟ بصراحه يا باشا احنا لفينا كل حته في الصحراء ملهاش اثر. ايوه والبلد لفيناه وبيت عمها قلبنا عليه وطيه برضه ما لقيناهاش. بالك انت بالذات، واقسم بالله انت وكل اللي معاك هتفيدكم بالحياه. جايز يا جناب الباشا يكون فيه ديب كلها ولا تعلم قطعها. قطعها؟ اخلص انت بلاش غباوه. هو ده لو حصل يا بني ادم مش هنلاقي شويه دم من دمها؟ مش هنلاقي هدمه من هدومها؟ بصراحه يا باشا احنا لقينا هدوم ولا دم. اخلص انت، ده انت اللي ما عندكش دم. اسمع علي، بالك لو البنت دي خدت الواد واختفت خالص اقسم بالله ما هخليك على وش الدنيا، عشان لو الواد ابنك ده جالي بعدين وقال لي انا ابن كرم الغمري اقول له مين النيله ده؟ انا ما عنديش عيل بالاسم ده اصلا. في حاجه ابويا ولا ايه؟ حد حبيبي مزعلك؟ حبيبي حبيبي تعالى يا حامد يا ابني، طول عمرك في ظهري وساندني، لا عمرك عملت لي نصيبه ولا عمري شفت معاك يوم وحش. تعالى يا ابني انا عايزك، ابعد عن العالم الواغش دي. تفو تعالى أكلمني. اسمع انت، هو اقسم بالله لو البنت دي اختفت بالواد ما هخلي الطير الازرق يعرف لكم طريق. البيت بتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. مركزين أوي أوي أوي، قاعدين ومرقدين أوي أوي أوي، الليلة فيها إنا أصل اللي معرينا، هم اللي كسونا. ناس في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا، ناس في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا. لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش، لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش ولا بناخد صابونا. ساكتين ومركزين قاعدين ومرقدين، والليلة فيها إنا أصل اللي معرينا، هم اللي كسونا.